أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. لجنة ردي الحقوق التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تصدر تعميما لفصائل الجيش الوطني يقضي بمنع أخذ ضرائب على الأشجار المثمرة من المدنيين في عفرين. ما تسمى حكومة الإنقاذ في إدلب ترفع سعر ربطة الخبز الواحدة إلى 2.5 ليرة تركية مع زيادة الوزن إلى 125 غرام في مناطق سيطرتها بالشمال السوري. إدارتا معبري تل الأبيض وباب الهواء الحدوديين مع تركيا تعلنان عن قرار منع إدخال البضائع الفرنسية عبر المعبرين، وذلك بسبب حملات الإساءة وتشهير الفرنسية بحق الإسلام ورموزه. رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى يعلن إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر تغريدة في تويتر أنه بعد مراجعة المستشفى وإجراء تحاليل كورونا كانت النتيجة إيجابية، مؤكدا أنه سيخضع للعلاج والحجر المنزلي وأن حالته جيدة حاليا. اندلاع حرائق جديدة في أحد الأحراش الجبلية في منطقة القصير بريف حمص والخاضع لسيطرة النظام، كما اندلع 12 حريقا بأراض زراعية وحراجية في مناطق مختلفة من محافظة طرطوس بحسب صفحات إعلامية موالية. اللاعب السوري جهاد الحسين يعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي، وذلك بعد مسيرة استمرت 20 عاما تنقل فيها بين العديد من الأندية السورية والعربية.